ذيك النهار كنا في الجامع تلمنا الامام نساهموا في الصندوق باش يزيدوا ويصلحوا به الجامع. هيا هذيك انا مشيت للصندوق جبت واحد جوج دراهم من جيبي ولحت في الصندوق. واحد الراجل كبير بلحيتو حاط يدو على كتافي، اما اللي تلفت لي هو يمد لي واحد الماسو قدو قداش. واو لحتو في الصندوق ورقه ورقه، قلت لي سير اودي الحاج الله يخلف عليك وصافي، ربعه منك يصلحوا هاد الجامع ويفوتوا لهين. هو يقول لي لا وليدي راك ملي جيتي جبت جوج دراهم طاح لك داك الماسو من جيبك. أسولت وقالت لي فين كنتي البارح؟ قال لي هلا تخافي فأنا رجل أخاف الله ولا أفعل الحرام. قالت لي رانا خايفة عليك من الحلال. قالك هذا واحد المغربي قالوا لي غادي نعطوك النص في العالم غادخل سوق راسك. هو يقول لهم والنص الآخر لمن غتعطيوه؟ قولي الحبيب قولي ما كرهتش نشد الكابل ديال الدو ونطلق الدو ونخليك كتهز وكتخبط ونقول لك هكا كنحس ملي كنشوفك مع شي وحده اخرى. شتي هذاك الماء اللي كنشربوه في السحور راه ما فايدنا حتى شي حاجه، عا كينودنا للطواليط مع السبعه ديال الصباح. اي واحد جدي قال لي يا خود الطويله الا وقفت تبان والا جلست تزيان. واحد جداتي قالت لي يا خود لا قصيره وضمها والطويله ردها لامها. دخلت عليكم بالله واش انا غنتبع جده ولا جدي؟ حتى درك علي تخاسم مع صاحبته كيجي يكتب لينا هنا ام هي قبل كل شيء. حتى درك عاد بنت لك امك يا مسخوط الوالدين. انتوما زعما ما تعرضوش عليا نجي نفطر معاكم؟ ها واللي شاف الفيديو ما جاوبنيش غنعرفو بلي جيعان. شتي عام اللي كتكون في الفيسبوك وكدوز الانستغرام ابحال الا كنتي في العروبيه ومشيتي للمدينه. الحياه كتبقى تصيفط لينا غا ولاد الحرام، حتى كيجي واحد النار وكتصيفط لينا الشخص المناسب وكيلقانا حنا ولاد الحرام. الله ينجيك من البحر الى هاج ومن المزلوط الى دار التاج ومن البيره الى سمعه الزواج. واحد ثلاثة ديال العيالات سيرين كيكذبوا على بعضياتهم. نقزت الاولى قالت ليهم راه انا راجلي غادي يشري ليا الدار بيضا كامله، ويتنقز الثانيه قالت ليها شتي راجلي راه غادي يشري ليا باريس كامله، ويتنقز الثالثه وهي تقول لهم شكون اللي قال لكم راجلي باغي يبيع؟ باغا تخيلي معايا يمرض راجلك وتجي عندو بنت خالتو وتقول لك مالو، تقولي ليها راه تحرك في فخدو، ها وتقول لك واش حدثتو حيمه؟ اليوم غادي نعاود لكم اخطر قصه وقعات في المغرب. هذا واحد خاينة داه النعاس بربع ساعه قبل المغرب وما فاق حتى المورا السحور بخمسه ديال الدقائق. شوف يا من هنا نقولها لك زيدي يومين والا ما تخطبتيش في التراوح عبد لي الجامع. ودي راه حنا بغينا نعرضوا عليكم تجيو تفطروا معنا ولكن راه ما عنديش 500000 زلافه. تلقى وحده مدوزه 200 واحد وكتقول لك ملي كيشد ليا شي واحد في يديا ما كنحس بوالو، وبسيف اختي بالسيف انت راه خسر لك الطاكتيل. الجبل الوحيد اللي كدوز سكوتية هي مع السحور، كلشي مخنزر شي ما كيدوي مع شي بحال الا تقول مريح في المحطه ديال الكيران. اشوفوا الدريات اللي فيكم كتبغيني وبغات تسحر ليا باش نولي نبغيها، غم اللي تسحر ليا تقون الشغل مزيان، ماشي تسحر ليا وتخليني هبيل ضيع في الزنقه كنعض في العيالات. كاينه اللي تزوجات راجل وزاد ليها في الزين زين، وكاينه اللي تزوجات براجل وزاد ليها في العمر سنين، وكاينه اللي تزوجات وتلف لطاسيلتها السبت من اثنين. شعاف هاد رمضان هاد اللي مساحب كيهدر مع صحيبتوك واللي خاطب كيهدر مع خاطيبتوك، وانا يا جالس حدا واحد جدي داربو الزهايمر كل مره يقول لي انت ولد من انت. واي وانت ملي كنت مازال صغير اتودرت ليهم في واحد العرس وبديت نبكي هما يسولوني قالوا لي انت ماما كشنو لابسه؟ قلت لهم لابسه قفطان ديال خالتي. الله يرحم لك الوالدين ما تبقاش تقول اخويا، ابنات الناس ما بقاوش، ابنات الناس كاينين حق الله العظيم تا كاينين، غا هما ما عندهمش الفورمه ديال بنات الحرام. اي وغدا مرحبا بكم كاملين ان شاء الله تصوموا عدي وتفطروا في ديوركم.
هذه واحد السيدة قالت لصاحبتها، قالت لي اشتي راجلك حق الله العظيم تعالى، البارح في الخدمة عاود لي واحد النكتة وبقينا كنضحكو تحت انا وياه من فوق الناموسية. حاجة الوحيدة اللي درناها احنا الدراري في صغورنا وانتوما كاع ما درتوها الدريات، هو احنا دخلنا لحمامكم وانتوما كاع ما دخلتو لحمامنا. راجل مغربي كتلقاه ما مسوقش لمراته العام كامل، داك يقرب رمضان وتلقاه جالس حدا الفقي. اقول لي يا سي الفقي دركا البوسه حلال ولا حرام في رمضان؟ قال لي هالقاضي علاش ضربتي راجلك بجنوي؟ قالت لي ها سيد القاضي راه الحاله الماديه ديالتي ما كتسمحش لي نشري فردي. هذه واحد السيده قالت لصاحبتها، قالت لي اشتي راجلك حق الله العظيم تعالى، البارح في الخدمه عاود لي واحد النكته وبقينا كنضحكو تحت انا وياه من فوق الناموسيه. هذه واحد المراه مات ليها راجلها وهي تدوز واحد السيمانه ومشات عدو للقبر، وهي تقول لي واو واش عيب ولدك الصغير تقطعت لي السنداله، واو واش عيب راه انا ما بقاوش عندي الفلوس، واو واش عيب ولدك الكبير ما بقاوش عندو السراول. واحد الليله هو يوقف عليها في المنام هو يقول لها واه حليمه رانا مشيت للاخره ما مشيتش للشمال. رجالة غادي نعاود لكم الدريات من اللي كيبغيو ينعسو في الليل شنو كيحطو تحت المخدة، كيحطو واحد الخيط ابيض وكيقولو يا سبت يا المسبوت ازوجني قبل ما نموت. حتى فين ما نجلس مع واحد جداتي كتقول لي يا وليدي الناس ديال بكري كانوا الله يعمرها دار، وهي مخاصمة مع خيتها 20 عام على قبل غربال. حق الله العظيم اللي تعطي قلبك لشي واحد وما يعرفش بقيمته بحال اللي عطيتي وردة الحمار وكلاها. دريات الرقاقات من اللي كيلبسو التكشيطة وكيتحزمو كيولو يبانو بحال الربطة ديال القزبر. اي عيط ليها في التليفون ويقول ليها ملي تفارقت معاك عاد تهنيت، وهي تقول لي انا ملي تفارقت معاك تهنيت وارتاحيت وتزوجت. اتعالى وليدي المهدي قول عمو تفوق. هادي واحد الدرية قالت لامها خاصني نطلق من راجلي رانا ما بقيتش باغي نعيش معاه، وهي تقول له علاش بغيتي تطلقي منه؟ قالت ليها راه كيخونني، وهي تقول ليها امها وباش عرفتي كيخونك؟ قالت ليها راه البارح قال لي بلي كان بيت مع محمد هو كاع ما بيت مع محمد، وهي تقول ليها وباش عرفتي كاع ما كاين بيت مع محمد؟ وهي تقول ليها ورا محمد كان بيت معايا. دركا غبقي عاطيها البطبوط والملاوي والعواصر والمالح والحلو، ومن اللي قرب العيد الكبير خرجي عينك في الخياط وقولي ليه درت لي الجلابية مضيقة. اي على هاد ارتفاع ديال الاسعار رخصنا احنا كاملين نرجعو شيخات، على ذكر القول ديال عادل الامام اتكل على الله واشتغل رقاصه.